انطلاقتي واندفاعي أول أشواطنا في هذا الصباح الجميل على بركة الله وتوفيقه. انطلق هذا الشوط الأول، ومسافة هذا الشوط ألا وهي 6 كيلومترات التي تحمل في طياتها الذلل الأصايل التي تنطلق مع اندفاع أول أشواطنا، وهنالك الأشواط المتبقية مع انطلاقة هذا الشوط. 12 شوط من غير شوطنا المنطلق ليصبح المجموع 13 شوطا سوف تكون حاضرة بإذن الله تعالى الهواء مباشرا وعبر قناة ياس رياضية الناقلة لهذه الأحداث المهمة والأحداث التي تقام في ميدان الوثبة في عاصمة المدينة في 7 من شهر أكتوبر لعام 2015. وفي صباح يوم الأربعاء تعلن البداية وتعلن الانطلاقة لأشواط خصصت لأصحاب السمو الشيوخ وشعاراتهم التي تزين أرضية هذا الميدان مع الدلل الأصايل الخاص بالحول والزمول. انطلق أول الأشواط ألا وهو شوط المحليات، ومن بعد سوف يكون المهجنات، وهكذا تستمر مسيرتنا في هذا الصباح بتواصل إخواني المعلقين الذين أرحب بهم دائما بتواصلهم الجميل مع مخرجنا العزيز أسامة الهواري مقدمة الشوط والمركز الأول. تقدم مع المركز الأول مقدمة نفسها بهذا الشعار الذي اعتاد على التقدم واعتاد على التواجد مع الأشواط الرئيسية الأولى، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مقدما للشاهنية المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. يأتي الانطلاق مع المركز الثاني، وتتقدم في هذه اللحظات مشكورة القادمة مع المركز الثاني المتقدمة بشعار هجن الرئاسة، وكعادة هذا الشعار يجد الترحيب في كل مكان وزمان. يتقدم الحمر، يتقدم البارع، أحد شبابنا الخبرة اللي دائما ما نفتخر فيهم ونعتز بهم أيضا، البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير ومقدما لمشكورة الانطلاق مع المركز الثالث. ليكتمل الحمر، ليتقدم الخطر بشعار هجن الرئاسة الأحمر بالكامل والعلامات الكاملة التي بدأ ينالها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي بأناقة الأنيق وانطلاقة هذا المضمر مع شواهين مع المركز الثالث. المركز الرابع أيضا البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي ببراعة البارع، أيضا مقدما للأسماء القوية ومقدما نفسه أيضا بحضور لافتا للأنظار. لا يستغرب من هذا الشاب عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، وسوف يكون له الحضور القوي بإذن الله تعالى في هذا الموسم كما فعل في المواسم الماضية مع شعار هجن الرئاسة ومع مشكورة. ولكن أرى التغيير في هذه اللحظات والقادمة مع قلق وهجن الرئاسة، واللي بيسوي القلق هو علي بن جميل الوهيب أبو الجمايل، يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الخامس. بينما المركز السادس القادمة الشاهنية أيضا لهجن الرئاسة، يتقدم المستحيل، يتقدم أسد الوثبة راشد بن محمد بالسم المنصوري في عملية التضمير. بوذياب أيضا قدم لنا الأسماء القوية التي ما زالت في سجلات التاريخ مسطرة بحروف من ذهب. بينما المركز السابع القادمة شواهين لهجن
الرئاسة يقدمها محمود بن محمد الوهيبي. المركز الثامن يأتي دور الحذرة بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. من تحمل المركز التاسع وهي تحمل الرقم 8 تتقدم سرابة لهجن الرئاسة. أيضا سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي مقدم بسرابة ويردفها أيضا بسرابة أخرى لهجن الرئاسة مع المضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. وعاشرا النصيبة لهجن الرئاسة عوض بن مبارك المحيري في عملية التضمير. هكذا الندى للعشر المراكز اللي نصب النفس مع المراكز المتقدمة والعودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وإلى المراكز الأولى وإلى راح الجميل وشعار هجن الرئاسة المسيطر على أرضية الميدان على المراكز الأولى لا شك بذلك في ميدانه بالتجهيزات المبكرة. وهو أيضا من يسيطر خارج ميدانه عندما تكون الصراعات من أجل الرموز ومن أجل الذهب. هنا يتقدم البارع. الله يا عيسى الله يا عيسى يا بن أحمد يا بن مايد يا الخيالي عندي على الذاكرة ذكرى تسليني ما دمت عايش عن إذنك بحتفظ فيها يا البارع ذكرياتك وإنجازاتك وماضيك المشرف وسمحة التي سطرت الإنجازات وخطفت ذلك السيف بل انتزعت السيف لتبقي ذلك السيف في ميدان الوثبة في احدى الدواليب الممتلئة بالانجازات والذهب ان كانت مع البارع وان كانت مع الفيلسوف وان كانت مع المميز. الله يذكره بالخير والاخوان القادمين والمستمرين ايضا فيهم الخير والبركة. وحجن الرئاسة دائما وابدا تبقى داعما قويا لكل مضمر ولكل من يقف مع هذا الشعار. لابد أن تجعله في المقدمة 1200. الله الله يا ابن السم تحرك تحرك المستحيل. أسد الوثبة أسد الوثبة يتقدم مع المركز الأول مقدما للشاهنية ينطلق مع الشاهنية شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول مع المستحيل الذي لا يعرف المستحيل لا يعرف المستحيل أبدا يعرف تحطيم التواقيت الزمنية. راشد بن محمد بسم المنصوري يا بوي تحركت شواهين مع المركز الثاني وشعار هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تحركت الأمور صراع الوثبة المبكر ما بين المستحيل ما بين الأنيق محمود واللحظات الحرجة واللحظات الخطيرة. ولكن الخمسمية متر الأخيرة الخمسمية متر الخطيرة وتحرك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع شعار هجن الرئاسة. إنه الحمر إنه الخطر إنه المسر للنظر. الله 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 والمستحيل قادم والمستحيل قادم. ولكن محمود الوهيبي ثلثين الولد الخالة لكن هذا على خالة كله ما شاء الله تبارك الرحمن. الرئاسة الرئاسة لحظرت لحظرت شكلت الخطر حمر 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 ومحمود يسر النظر. تهانينا لهجن الرئاسة ومحبي الرئاسة وعشاق الرئاسة على انتزاع الناموس الأول في التجهيزات المبكرة الأولية في عاصمة الميادين. شواهين خاطفة الناموس الأول والشاهنية مع المركز الثاني مع راشد بسم المنصوري. المركز الثالث مشكورة لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي.
المركز الرابع سرابة لهجن الرئاسة مع سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. خامس المراكز وصلت في عالية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع الصادق فضل الأمين. إذا متابعينا الكرام في كل مكان، مخرجنا العزيز أسامة الهواري بوطلعت يعطينا هنا إعادة للشوط الماضي والكادر الآخر انطلاقة شوطنا الخاص بالمهجنات. 9:25 بدون أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لشواهين. تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا للمضمر محمود بن محمد الوهيبي. 9:25:08 من الثانية لحظة وصول الشاهينية إلى المركز الثاني، خاطفة الناموس لهجن الرئاسة وللمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وثالث المراكز 9:31:05 من الثانية، مشكور لهجن الرئاسة ومشكور يا البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. وشكرا لكل المضمرين المشاركين معنا في أشواطنا الأولية والأشواط